بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله صدور الفراخ ببهارات الكاجون. عندنا نص كيلو صدور فراخ هنقطعها شرايح، وهنضيف بصلة متقطعة شرايح، وهنضيف 3 معالق كبار زيت، ومعلقة كبيرة خل، ومعلقة صغيرة عسل أو سكر، ومعلقة صغيرة إلا ربع ملح. بعد كده هنحط مجموعة البهارات اللي بتعمل خلطة بهارات الكيجون. عندنا الأول معلقة كبيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة توم بودرة، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، نضيف معلقة صغيرة من الزعتر البلدي المطحون، ومعلقة من الزعتر الجبل المطحون. وهبقى احط في اخر الفيديو باذن الله صورة توضح الفرق بين الاتنين، الزعتر البلدي والزعتر البري. ونص معلقة صغيرة ورق لورا مطحون. بعد كده هنحط معلقة كبيرة مستردة، وهنقلب كله مع بعضه كويس. وبعد ما نقلبها كويس هنغطيها ونحطها في التلاجة تتبل على الاقل ساعتين. وبعد ما الفراخ تتبل معانا هنسخن طاسة على نار عالية، وهنحط فيها 2 كبار زيت ومعلقة كبيرة سمنة، وهنسيبها لحد ما تسخن معانا جدا. بعد كده هنحط الفراخ، وهنوزع الفراخ في الطاسة من غير ما نقلبها. وبعد حوالي 3 أو 4 دقايق لما تبدأ الفراخ تستوي معانا هنقلبها. وخلاص كده 2 أو 3 دقايق وبتكون الفراخ جاهزة معانا، وما نزودش في سواها علشان ما تنشفش. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.